دي كيان اللي احنا سمينا الحلقة باسمها كيان، عندها حول، والحول بتاعها لو شفناه في الأول ان هو هنلاقي عندها حول من غير قبل ما تلبس النظارة كان في حول في أول حلقة في الأولاني هنا، هو كان عندها حول الأول، كان عندها حول هنا، هو ده الحول اهو، كانت كشفت عندي من حوالي شهرين، وكشفت عندي من شهرين بالظبط أو 3 شهور، وكان في حول شديد قوي قوي عندها، فعملنا لها نظارة، لأن النظارة ضعيف جدا حوالي زائد 11، بنكشف عليها، بنحط لها قطرة، بنبص على قاع العين بتاعها، فلقينا النظر ضعيف عندها، فعملنا لها نظارة، وبالنظارة اتصلح جزء من الحول، مش كل الحول يعني، يعني في جزء من الحول اتصلح وجزء ما اتصلحش. هنشوفها كده بتقلع النظارة، بنرفع النظارة بنلاقي الحول كتير قوي، بس لما بتلبس النظارة بتبقى أحسن إلى حد ما. فبالنظارة هي كويسة إلى حد ما، يعني هنقول 80% 70% هي أحسن، يعني الحول بتاعها قل كتير، وهنحاول نشوف يعني إيه الحول قل، يعني إيه الحول كان كتير بالنظارة وليه قل ولما قلعت النظارة، يعني ليه زاد لما قلعت النظارة وزاد لما قلعت النظارة. هنا هو هنشوفه تاني الحول تاني برضو، بنحاول نركز عليه، هنا هو لما بتقلع النظارة بنلاقي إن هي بتدخل لجوه قوي زي ما إحنا شايفين كده، بس لما بتلبس النظارة الحول ده بيقل، يعني بينزل مثلا 70% منه بيقل، 70% منه بيقل. هنا النظاره مهمه جدا لانها صلحت الحول، وزي ما انتم شايفين الطفله دي عمرها 6 شهور دلوقتي، يعني كشفت عندي عندها 4 شهور، عملت لها النظاره وعندها 4 شهور. بنشوف في الصوره ده الفرق بين، مهمه جدا الصوره ده، قبل النظاره هنلاقي النور هنا في النص، دايما انا بقول للاهل بص على الفلاش بتاع الكاميرا، ادي الفلاش، ادي العين، وادي الفلاش بتاع الكاميرا، الفلاش هنا في النص وهنا الفلاش مش في النص، فبعرف ان في حول. دايما بقول للاهل رجاء نبص على الفلاش، الفلاش ان هو في النص، في النص في العين اليمين، هو في النص، في العين الشمال هو مش في النص، موجود على الطرف. طب لما لبست النظاره الفلاش برضه ما زال في النص في العين اليمين، بس في العين الشمال ما بقاش في النص قوي، هو يبدو ان هو في النص لكن هو للاسف لسه مترحل شويه، يعني لسه العين داخله لجوه شويه. فاذا النظاره صلحت الحول شويه. بعرف الكلام ده من خلال الصور، يعني احنا كل اللي مطلوبه من الاهل ان هم يصوروا الطفل، يصوروه بالنظاره ومن غير نظاره، ولو شاف الفلاش في النص وفي النص يبقى المشكله اتحلت، لو شافوا الفلاش في النص ولسه فاضل جزء ما بقاش في النص يبقى لسه في مشكله. هو ده التشخيص المبدئي او البدائي للحول، اللي هو عن طريق الكاميرا والطفل باصص قدامه، دايما بكرر والطفل باصص قدامه بصوره وهو باصص قدامه واخد له الصوره بالفلاش، فلو هو النور في النص يبقى كويس، لو النور مش في النص يبقى في مشكله. مهم جدا جدا التصوير من قدام، بكرر كتير جدا التصوير من قدام، ما نجيش على الجنب نحاول نصور، لان من على الجنب ده ما بيحلش المشكله يعني. فاذا احنا وجود الحول في النص بيشخص لنا الحول، عدم وجود الحول في النص بيقول لنا ان فيه حول. ده المنظر اللي هو قبل النظاره، وده المنظر بعد النظاره. اذا احنا الحول مش معنى ان انا لبست نظاره ان المشكله اتحلت، المشكله لما بلبس النظاره يا ترى الحول راح ولا لا؟ هو ده السؤال التاني. يبقى اول سؤال احنا بنكشف على الطفل بنقول هل في حول ولا لا؟ في حول. طب هل محتاج نظاره ولا لا؟ بنحط له قطره وبنعرف اذا كان محتاج نظاره بنعمله نظاره. طيب لو هو محتاج نظاره هل هيلبس النظاره ولا لا؟ السؤال اللي بتساله دايما من الاهل، صدقني لو النظر ضعيف الطفل بيسيب النظاره دي، طفل عمرها 4 شهور ولابسه النظاره فرحانه بيها، ويمكن لما بنقلعها هتتخانق معانا. فاذا لبس النظاره ده من الاشياء الممتعه للطفل، انه بيشوف الدنيا احسن، لو نظره ضعيف بيشوف الدنيا احسن بيبقى فرحان بيها، يعني الطفله دي وهي لابسه النظاره مش هي الطفله دي وهي لابسه النظاره، الطفله لابسه النظاره دي سعيده جدا، شايفه الدنيا كويس، مبسوطه بالرؤيه بتاعتها، ان وهي قالعه النظاره الصوره مغبشه عندها ومش مستمتعه باي شيء، فالنظاره وضحت لها الدنيا، وفي نفس الوقت صلحت جزء من الحول بس للاسف مش كل الحول. وده باين من على الاقل مبدئيا من انعكاس النور في النص. طيب نيجي للسؤال التاني بقى، الحول في اليمين ولا في الشمال، ونعمل عمليه في اليمين ولا الشمال؟ ما بيفرقش معانا الحول في اليمين في الشمال، لو احنا بصينا هنا هي مركزه بالعين دي، ادي نور في النص العين الشمال، بس العين اليمين داخله لجوه، هنا هي مركزه بالعين اليمين بس العين الشمال داخله لجوه، فممكن يبقى الحول في العين اليمين وممكن يبقى الحول في العين الشمال، فما بيفرقش معايا الحول في انهي عين خالص، لكن اللي بيفرق معايا ان في حول. دي هنتعرض لها كتير في الحلقات الجايه وفي العروض الجايه. الحول هو علاقه بين عينتين، دايما هنكرر الحول هو علاقه بين عينتين. يعني ايه الحول علاقه بين عينتين؟ يعني لازم العينتين يكونوا متساويتين زي الميزان كده، لو في اي لخبطه في اي واحده يبقى في مشكله عندي. خدنا كيان، كان ايه القرار بتاعنا لما 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 نرجع للصوره دي اللي هي قبل كده، وقلنا ان في حول والحول في الصوره دي،
في المنظر ده، لما نرجع للمنظر ده، ايه اللي حصل عندنا هنا هون؟ اللي حصل عندنا هنا هون ان في حول لسه موجود على الرغم انها لبست النظاره، فالمشكله ما اتحلتش. فبيبقى القرار بعد كده ان احنا نعمل عمليه. مش معنى ان انا عملت نظاره ان انا المنتهي، المشكله انتهت. انا عايز الحول يتصلح، سواء كان بنظاره سواء كان بجراحه. هنا لبسنا النظاره، فاضل شويه حول، يبقى الجزء اللي فاضل ان انا اتدخل بالعمليه واصلح الشويه دول. وده اللي انا فهمته للوالد، وفعلا كان الوالد شجاع ووافق ان هو يعمل العمليه. على فكره احنا كشفنا عليه يوم مكان. السبت، يوم السبت في العياده. ده صغطه لسه صغطه شغاله النهارده 5 نوفمبر 2023 صح كده؟ احنا لسه شايفينه على فكره النهارده 11، يعني من 6 ايام تقريبا. وشفناه، شفناها، انا اسف، شفناها يوم السبت. يوم الحد كنا قايلين يوم السبت ناحيتين، هي بتاخد 10 دقائق ربع ساعه وتطلع مفتوحه برضه، تلبس نظارتها من ساعه ما تخرج وتحط بس العلاج وخلاص. ماشي، 6 شهور، هي سنها 6 شهور صح؟ 6 شهور ان شاء الله. يبقى اذا هي طفله عمرها كان 6 شهور، لبست النضاره لان نظرها ضعيف، النضاره ما صلحتش الحول كله، بقى عندها شويه حول. لما بقى عندها شويه حول اضطرينا ان احنا نعمل عمليه للحول ده هون. الكلام ده كله هو كشفت عندي وعندها 4 شهور، يعني كان عمرها 4 شهور وعملنا النضاره. اذا لو النظر ضعيف ملوش دعوه بالسن، لان لازم تلبس النضاره. طب بعدها بشهرين شفناها تاني وفحصناها لقينا في حول. لما كلمنا والدها وقلنا له لسه في حول، لابسه النضاره محتاجه عمليه، الراجل ما ترددش خالص، وهو جاي من عمان. ودخلنا تاني يوم على طول، يعني يوم السبت كان كاشف عندي بالنضاره، كاشف عندي من شهرين. بعد الشهرين جاب متابعه السبت، قلت له لسه في حول، لابسه النضاره محتاجه عمليه، ما ترددش. ودخلنا يوم الحد على طول وعملنا العمليه، ودي هي معانا في الاوضه بتاعتها قبل ما نعمل العمليه. طيب هي اخدنا لاوضه العمليات، ما هوش مشكله خالص. الاهل كتير جدا بيخافوا من اوضه العمليات، الطفل بيعيط وبيبكي، لكن يا الله يا الله يا الله بيدخل اوضه العمليات مفيش اي مشكله. وقبل العمليه احنا بنتعقم. طب هنا اسئله انا كنت بسالها بنحاول نجاوب عليها، هل النظاره مهمه ولا لا؟ النظاره مهمه طبعا جدا في حالتها. ليه النظاره مهمه؟ لان النظاره بتخليها تشوف احسن. احنا ما بنوصفش نظاره للطفل، قرار النظاره زي قرار الجراحه بالظبط. لو الطفل محتاج نظاره ده معناته ان نظره ضعيف جدا، والنظاره بتعمل معاه فرق، لان كل الاطفال ما بيحبوش النظارات الا اذا كان نظرهم ضعيف جدا. لما بيكون نظرهم ضعيف جدا نعمل لهم نظاره يبتدوا يشوفوا بيها احسن، هم يتعلقوا بالنظاره. يبقى اذا النظاره مهمه في حاله ما نحن وصفناها كدكاتره عيون اطفال من تخصصنا احنا بالذات، لان مش اي نظاره للطفل. الطفل النظاره بتاعته لها مواصفات خاصه وطبيعه خاصه، لو هو ما خدهاش بتبقى مشكله. دي اول حاجه. طب الحول العمليه مهمه ولا لا؟ طبعا العمليه مهمه، لان الحول لسه ما اتصلحش. مش معنى ان انا عملت النظاره وحطيتها على عينين المشكله انتهت، لان انا جاي اكشف عند الدكتور عشان الحول كله ينتهي، كل الحول اختفي. لو النظاره اتحطت وباقي شويه حول يبقى انا محتاج النظاره ومحتاج عمليه للحول. يعني احنا بنشوف اشعه الاب على فكره، وكشف عندي من شهرين وعملنا له العمليه وطلعنا له النظاره وقلنا نتابعه. لما شفناه امبارح، يعني لسه شايفه امبارح، وكان جاي من عمان، يعني مش من دبي، حتى من عمان مسافه بعيده. ولما جاء تابع معايا امبارح لقينا النظاره زي ما شفناها كده في الفيديوهات ما بتصلحش الحول كله، فقلنا له محتاج عمليه. فالراجل ما ترددش، وتاني يوم كان بيعمل عمليه. يعني هو كان عندي امبارح اللي هو السبت 4 نوفمبر، النهارده لحد 5 نوفمبر 2023 الراجل ما ترددش انه يعمل عمليه خالص، لان متفاهم تماما اهميه ان بنته عينيها تكون عدله، يعني مش انها بس تلبس النضاره او ان احنا نستنى ونركن او حاجات زي كده. فاحنا ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نوصل للهدف بتاعنا، ان هي تكون لابسه نضاره عشان تكون شايفه كويس، وفي نفس الوقت عملنا لها عمليه حول عشان تكون عينيها عادي. دلوقتي نبتدي نشتغل كيان اهي، نامت عادي مفيش مشكله، يعني خدت التخدير بتاعها الحمد لله. طبعا دايما الاهل بيتسالوا، خايفوا من التخدير البنج حتى في الطفل اللي هو عمره 6 شهور، ما هوش مشكله خالص. يعني دكاتره التخدير والتكنولوجي الجديد والاجهزه الجديده كلها، والتخدير الجديد والحاجات الجديده كلها بقت تسمح لنا نايم طفل وهو عمره اسبوع او اسبوعين، مش 6 شهور او 4 شهور زي ما بنبتدي عمليات الحول. فالتنويم كان سهل، ما خدش 10 دقائق مع دكتور التخدير. احنا بنتدخل والمساعده بتساعدني وانا ببتدي اشتغل العمليه بتاعتي. الدنيا بتبقى بالنسبه لنا الصغير زي الكبير، ما فيش اي خوف، ما فيش اي قلق، لا من التخدير ولا من التنويم ولا من الصحيان ولا من الالات خالص، لان احنا في الاخر عايزين الطفل او عايزين ابني او بنتي يبقى احسن. الهدف الاساسي من كل اللايف او اي حاجه احنا بنقدمها، ان احنا بيصعب علينا ان احنا يكون في طفل عمال يكبر وعنده مشكله والاهل بيترددوا في التدخل. فاحنا بنحاول نفهم الناس، يا جماعه
التدخل مهم جدا، وكل ما بتدخل بدري كل ما النتائج بتبقى احسن، وده قاعده اساسيه في كل الطب مش عندي انا بس. خدنا يمكن 10 مينت، خلصنا في 10 دقائق تقريبا يا دكتور حسام. 10 مينت 15 مينت خلصنا العمليه في قد ايه؟ 13 دقيقه. يعني العمليه كلها على بعضها صلحنا الحول في حوالي 13 دقيقه، يعني العمليه سهله جدا. خدنا العمليه في 13 دقيقه وربع ساعه، يعني نزل الطفل كل اللي دخلوا قعدوا تحت التخدير ربع ساعه اللي هي فتره العمليه، وحوالي 5 أو 10 دقائق اللي هم قبل ما ناموا وصح. فاحنا بنتكلم في الموضوع كله ما بنكملش نص ساعه تخدير بحاجات سيف جدا امنه جدا، ما فيش اي مشاكل. خلصنا العمليه الحمد لله، الدنيا مشيت كويس وسموس، وهنا الطفله بنشوفها في العياده بعد العمليه على طول. خلينا نسمع سوا الحوار اللي كان داير عندي في العياده والدنيا كانت ماشيه ازاي. لسه مخلصين العمليه، هي لسه قادره تفتح عينيها حمرا شويه. طب نحط لها النضاره كده، نحط النضاره بقى على عينيها. يلا 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 الحمد لله خالص، يلا 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 هي حمرا شويه فمش باينه معانا، بس الحمد لله كويسه خالص خالص. ممكن مع الوقت كمان نقلل مقاس النضاره ده اول ان شاء الله، لسه الدنيا تتحسن. لسه مستغرب بشوف بنات في تكسا الاثنين مع بعض، كنا لسه موجودين. بس زي ما انت شفت كده مفيش وجع، مفيش اي الم ولا اي حاجه خالص يعني. الحمد لله الحمد لله. زي ما شفت دكتور، شوف يعني زي ما شفنا هنا بالنسبه للكيان كذا نقطه. اول حاجه انها العمليه بعد ربع ساعه كانت فاتحه عينيها، ودي حاجه مهمه جدا. لا في الم، لا انا حاطط غطا على العين، لا انا مانعها انها تدعك في عينيها، يمكن في الفيديو ده او في الفيديوهات الثانيه بتدعك في عينيها، بتحاول تدعك في عينيها، ما عندناش اي مشكله خالص ولا مانعها من اي شيء خالص. فرجوعها لحياتها العاديه زي ما بقول بيرجع في ساعتها على طول. كل حاجه كانت بتعملها قبل العمليه بتعملها بعد العمليه. فاذا العمليه ما فيش اي ريستريكشنز، ما فيش طفله ونكتف ايديها ونمنع ايديها وما تحطش ده لعينيها، احنا عاملين حسابنا انها طفله هتدعك في عينيها، هتستحمى، الميه هتخش جوه عينيها، كل ده مسموح. طب هل كان في الم اثناء العمليه؟ اكيد كان في الم، بس بعد العمليه على طول، يمكن هنا بعدها بساعه ولا ساعتين بتبكي شويه وبعدين بيعدي الوقت والالم كله بيروح. دي طفله عمرها 4 شهور او 6 شهور، وزي ما احنا شايفين ما فيش الم، ما بتعيطش. في الاحمرار ده اللي احنا هنشوفه ان شاء الله في المستقبل، ممكن نعرضها تاني ونعرضها مع اهلها تاني في الفيديوهات اللي جايه، لان ده احنا الكلام كله من اسبوع، احنا بنتكلم من اسبوع، شفناها السبت عملنا عمليه لحد النهارده بنقدمها لكم يوم السبت اللي بعده. ان شاء الله نشوفها تاني كمان شهر يكون الاحمرار راح، وبرده نتصور معاها مع اهلها، فهتشوفوا قد ايه الجمال وقد ايه الفرق ما بين النضاره وبعد النضاره وبعد العمليه. ألم مفيش، رجوعها لحياتها مفيش، خطورة على عينيها مفيش، لأن العملية بتتم حوالين العين مش جوه العين، العضلات دي حوالين العين. يمكن يجي مرة ونجيب ماكيت كده ونحاول نشرح إيه العضلات وهي موجودة فين إن شاء الله، وهتحس إنها حوالين العين، وبالتالي أنا ما بخشش جوه العين، فمفيش الريسك فيها أو المجازفة فيها صفر. النتائج بتاعتها ممتازة، الطفلة فرقت كتير جدا، وزي ما أنا قلت لهم هنا بتستخدم عينيها الاثنين، الأول وهي العين محولة بتستخدم عين واحدة بس، لما الاثنين بتعد له بيبتدي الطفل يستخدم الاثنين. ده موضوع كبير هنبقى نتكلم فيه برضه في حلقه تانية او في لايف تاني، لكن اهم مفيد الحول ان الطفل بيرجع يستخدم عين الاثنين مع بعض. قبل كده كانت عين ضربه لبره وعين عوجه او محوله وننعدنا، فبيستخدم عين وبيركن العين الثانيه. لكن دلوقتي الاول كان مره يمين مره شمال مره يمين مره شمال، لا دلوقتي الاثنين عدلين، فالمخ قادر يستخدم الاثنين مع بعض، وبالتالي بيبقى حتى الرؤيه عنده احسن. فبحس ان الطفل وهو داخل عندي الاوضه زي يكون اول مره يشوف الدنيا بالشكل ده، بيشوفها مجسمه وشكلها احلى وكتير جدا. انا صعب جدا اوصف لكم قد ايه حياه الطفل ده بتتغير بعد ما بصلح له الحول تاني 100%، مش 80 او 85%. دي مشكله كبيره بتقابلنا في الحول او حمل نقول علينا، ان احنا لما بنيجي نصلح الحول بيبقى مطلوب مننا نصلح الحول 100%. يعني مش زي ما واحد داخل مثلا مناخيره كبيره واصغرها له، فبقول له والله مناخيرك اصغر من الاول احسن من الاول، ليه؟ لان مفيش حاجه نقيس عليها، فممكن تبقى احسن من الاول ودنه احسن من الاول، لكن بالنسبه للحول احنا عندنا عدله 100%. فاحنا مطلوب مننا لو كان الحول كتير ان انا ارجعه 100%، ما ينفعش ان انا ارجعه واقول له ايه ده انت حولك احسن من الاول، مفيش حاجه اسمها حول احسن من الاول. الحول هو حول، سواء كان حول قليل اللي هو زي عندها هنا بالنضاره، او حول كتير وهنشوفه في حلقات كتيره لو من غير نضاره،
كل ده لازم يتصلح 100%. ما ينفعش انا اصلحه 80 او 85 او 90% لو لسه فاضل حول، يبقى لسه في مشكله، بتدخل تاني وبصلح الحول. طيب لما بصلح الحول 100% الطفل بيستخدم عينين الاثنين، بقى واحد تاني خالص، بقى قادر يلعب احسن، قادر يتعامل مع الدنيا احسن، قادر يمسك الاشياء احسن، قادر. النهارده الاب والام كانوا عندنا عاملين عمليه معايا، انا لاول مره اسمع منهم كلام ان هم بيقولوا لي قبل ما نعمل العمليه ما كانش راضي يسنن. الطفل كان عمره سنه وعملت له عمليه من حوالي شهرين او ثلاثه، قال له دلوقتي ابتدى يسنن، ابتدى يمشي، ابتدى يتكلم معانا، ابتدى يلعب، بقى كبر، لان هو كان الاول بيستخدم عين واحده والعين الثانيه مخيلاه والدنيا بايظه معاه. لما الرؤيه اتحسنت بقت الدنيا مختلفه معاه، وبالتالي حتى نموه وتطوره في الحياه اختلف كتير جدا جدا جدا. فاذا تعديل الحول واستخدام العينتين مع بعض ده حاجه جميله جدا. المشاكل بتاعت العمليه يا جماعه، احنا شايفين الطفل هي 6 شهور، مش بنتكلم في سنه ولا في سنتين ولا في 6 شهور، لا بتعيط ولا بتبكي ولا متألمه ولا زعلانه ولا كان في خطوره وهي داخله معانا اوضه العمليات. كل حاجه قدامكم، الكلام ده انا بنكلمه من اسبوع، مش بنتكلم على حاجه من شهر ولا من سنه ولا من سنتين. وان كان ده في كل حالاتنا تقريبا الحمد لله، هنقول 80 90% منها كده. فلا، مفيش الم، مفيش خطوره، في اسهل من كده. ايه؟ مفيش الم، مفيش خطوره، رجوعها للحياه عادي. لو بنحط غطا ولا بنقول لها كتفي عينيكي ولا ما تحطيش ايديك على عينيكي ولا الكلام ده كله، فالدنيا فعلا بتبقى كويسه. الخيار بالنسبه زي ما اتكلمنا، نضاره ولا عمليه ولا الكلام ده كله، ده بيبقى بالكشف، وبناء على الكشف بنحدد، بيقول ان في طول نظر فهنا محتاجين نضاره، لا النضاره ما صلحتش الحول كله، بخش اعمل عمليه. بعض الاحيان مش هيبقى في نضاره ومحتاجين نعمل عمليه، بعض الاحيان هيبقى نضاره بس بتصلح الحول. وهنشوف كل ده على مدار الحلقات الجايه بتاعتنا وايه الفرق بين الاثنين، ونتمنى مع الوقت تبتدي الدنيا تبقى اوضح واوضح يعني. لكن هنا احنا شفنا نموذج ان في طفله عمرها 6 شهور لبست النضاره، بتحب النضاره، عملت لها عمليه، ما كانش فيه مشاكل من العمليه، اخذنا قرار نضاره وعمليه، قد ايه الاهل كانوا مستوعبين، قد ايه انا كنت مبسوط، قد ايه هم كانوا مبسوطين. والاهم والاهم الاهم ان بنتهم هي اللي هتبقى مبسوطه لما تكبر، لانها هتكبر بعيون سليمه زي وزي باباها وزي مامتها وزي كل الناس، لانها اتعدلت في الوقت المناسب وهي صغيره خالص وهي عمرها 6 شهور. احنا رجعناها من طفله محوله هتبقى عايشه عيشه بؤس نتيجة كسل في العين، نتيجة غياب البعد الثلاثي، نتيجة تنمر لو كبرت شوية، لطفلة طبيعية جدا جدا جدا، وهي في الآخر هتبقى أنسة، هتتجوز، هتتخطب، هتقدم على شغل، هتبقى لها حياتها، مش هيبقى عندها تنمر، بالعكس هتبقى شخصية طبيعية وجميلة جدا جدا. كل اللي فرق في حياتها إن كان عندها أب وأم عندهم كمية من الوعي ما يكفي إن الراجل يجي لي من عمان اللي هي ما هيش قريبه مني، يعني احنا بنتكلم على 3 ساعات سفر، وبيجي تابع معايا كل مره 3 ساعات سفر بالطياره، وبيجي يعمل عمليه 3 ساعات سفر، وبيجي في فندق ويقيم هنا هو في دبي اللي هي برده ما هيش رخيصه. بس الاب والام عندهم كم من الوعي ان هم اهتموا ببنتهم وان هم كانوا بيسمعوني، وانا هم خلاص هم عارفين ان انا يعني من الكفاءه، مش عايزين يعني مش عايزين ان هم اللي انا عندي من الخبره بحكم ان انا دكتور عيون اطفال ان انا اخد القرار السليم لها. وبالتالي هي محتاجه ايه؟ محتاجه نظاره، لبسوها نظاره. هم نفسهم شافوا ان بنتهم لبست النظاره وهي عمرها 4 شهور وحبت النظاره، فبقوا مطمنين لي اكتر وفاهمين وعرفوا ان انا بعمل حاجه انا فاهمها، بدليل ان انا لبست طفله زي دي نظاره. ولما جيت قلت لهم عمليه على الرغم ان هم مش شايفين الحول اللي كان قليل، لكن كانوا متفقين معايا ان في حاجه برده مش مظبوطه، وتاني يوم كنا عملنا العمليه. كل الحاجات دي بتفرق في حياه الطفل وبتفرق في حياه اولادنا او بناتنا، وهو ده المهم، او هو ده دورنا ناحيته في حاله وجود حاجه يعني مش ابتلاءات من ربنا، لكن الحمد لله لا حل، كلها في الاخر هي خير. بيبقى السؤال المهم دايما، الطفل يلبس النظاره ولا لا؟ النهارده ده الطفل ده يعني لو شفنا الطفل اللي جاي ده، شوف دكتور، طب نرفع النظاره ده احنا عاملين له نظاره، شوف بيتخانق معايا ازاي عشان انا النظاره. دايما الاهل لما اقول لهم نظاره يقول لي هيلبس نظاره، ده طفل صغير هيلبس النظاره. انا بقول لهم ما تحملوش هم النظاره، لو النظاره محتاجها ونظره ضعيف صدقوني صدقوني لما تيجي تطلعوا النظاره يتخانقوا ويفاجئوا بهذا الكلام. اهو بصي بنحاول نقول له النظاره مش عايز بعدين قلنا نرفع النظاره، فهو بيتعود ان هو يعني عارف ازاي يقلع نظارته لسه صغير اهو، بس شوف لما نيجي نرفعها بيعمل ايه. بص رفع النظاره بيعمل ايه بيشد النظاره، عايز ينزلها عايز يشوف بيها، وعمال يتخانق معانا. فالطفل بيبقى اقباله على النظاره، لو النظاره محتاجها فهو بيقبل على النظاره، بيلبس النظاره، بيحب النظاره، ما عندوش مشكله معاها خالص. ده موضوع منتهي يعني. انا من يوم ما اشتغلت ما شفتش طفل كره النظاره الا اذا كان حد عملها له، مش انا طبعا الحمد لله، حد عمل له مقاس هو مش محتاجه او مقاس صغير، لان مواصفات النظاره في الاطفال يمكن نتكلم عليها في حلقه،
قصه كبيره جدا بندرسها زي علم زي العمليات الجراحيه والحاجات دي كلها. فالنظاره للطفل لو هو محتاجها لا ده هو بيسيبها وبيبقى سعيد بيها جدا وبيتخانق معانا لما بنرفعها زي الطفل ده. ومجرد ما ترفع النظاره عنه يشدها ويعيط ويتخانق. ليه؟ هو الطفل مش بيحب نظاره، مفيش اي طفل في الدنيا هيحب نظاره، بس كل اللي هو فاهمه ان الحاجه اللي بيحطها دي بتخلي له الدنيا احلى، بيشوف وش باباه ومامته احلى، فانت بتحلمه من الحاجه اللي بتخلي الدنيا احلى، فيتخانق معاك وعايز ينزلها، لكن هو مش بينزلها عشان حابب نظاره، هو مش فاهم يعني ايه نظاره ولا غير نظاره. لكن لو هي ما بتفيدوش او زي قلتها او مش بستفيد منها لا طبعا يعني هياخدها ويرميها ويكسرها، لان مفيش اي طفل بيحب النظاره دايما نقول كده الا اذا كانت بتقدم له حاجه، مش كنظاره كحاجه في حياته عموما، يعني الطفل اي حاجه بتخدمه او بيحس انها ذات فايده بالنسبه له تلاقيه اتعلق بيها وحبها، فالنظاره بيحبها ما تقلقوش من الموضوع ده لو احتاجنا النظاره. اتمنى ان احنا نكون وضحنا شويه نقط كبدايه، وان شاء الله يكون لنا في اللايف اللي جاي ده حاجات كتيره نتكلم فيها عن الحول والتجميل الجفون والحاجات دي من خلال الحالات اللي بتقابلني في العيادة، وبنحاول نصورها برضو ونستعرضها سوا، وإن شاء الله تكون يعني ذات فايدة للأب والأم. خلينا نتفق إحنا في الآخر عايزين ابننا أو بنتنا لما يكبروا يكونوا أصحاء ما عندهمش مشاكل في النظر أو أي مشاكل في الحياة. خلينا نشوف بعض الأسئلة هنا كده ونجاوب عليها. السؤال الأولاني دكتور، هل الحول عيب خلقي؟ ده سؤال يعني دايما بنسأله، يعني الأب والأم لما بقول لهم إن في حول بيقولوا لي هو يعني خلقي هو موروث عن حد. لا الحول مش عيب خلقي الحمد لله، يعني ودي من رحمة ربنا. ليه؟ لأن لو الحول عيب خلقي يعني هيكون هنلاقي العيلة اللي فيها أب أو أم يعني بنوصل بخلقي يعني موروث يعني او وراثي، يعني هنلاقي الاب او الام لو عندها حول يبقى العيله كلها بقت ابو حول يعني عيله حول. لكن هو الحول بيبقى حاجه بتحصل للاطفال احنا مش فاهمينها لغايه دلوقتي بعد ما يتولدوا، يعني هو الطفل بقى لما بيتولد بيكون طبيعي مش عنده حول، وفي خلال شهر او شهرين مش بلاش نقول طبيعي بيكون مش عارف يستخدم عين الاثنين مع بعض، والمفروض ان احنا اول ما بنتولد كل عين كلنا تبقى كل عين ماشيه لوحدها، لان عشان الانتين يمشوا مع بعض ده موضوع كبير جدا، يعني لان الايد دي مش ماشيه مع الايد دي والرجل دي مش ماشيه مع الرجل دي، بس العين دي ماشيه مع العين ده هي. طب هل احنا بنتولد العين دي ماشيه مع العين دي؟ لا، احنا بنتولد كل عين في حالها والمخ بيبتدي يستخدم العينتين مع بعض. طب هل في حاجه بتحصل بتخلي المخ ما يعرفش يستخدم العينتين دول مع بعض؟ ده اللي احنا مش عارفينه، لكن اللي احنا متاكدين منه ان سبب ما او لاخر مع الولاده قدرة المخ على استخدام اللي هو المركز المسؤول عن استخدام الانتين مع بعض بيحصل فيه نوع من انواع الخلل، فالمخ ما يعرفش يستخدم الانتين مع بعض، فيا اما الانت تطلع لبره يا اما تدخل لجوه يا اما تطلع لفوق ايا كان. فخلينا نقول يعني مش عايزين يعني احنا حتى ما بنحبش كلمه كونجينيتال، كلمه خلق يعني كونجينيتال الطفل مولود بالحول، لان احنا ما فيش عندنا حاجه يعني اللي بيبقى عنده مرض في القلب خلقي بيبقى عنده ثقب في القلب خلقي، يبقى تيجي تعمل له اشعاعات تلاقي ثقب في القلب، اللي عنده صبع زياده فعنده صبع زياده خلقي من يوم ما اتولد عنده صبع زياده، لكن احنا ما عندناش حاجه بتقول ان الطفل ده لما اتولد كان عنده حول، يعني لما اتولد كان عنده حول، احنا عندنا ان هو لما اتولد زينا زي كل بعض الانتين مش ماشيين مع بعض، بس لسبب ما او لاخر مع الوقت مع مرور الشهرين ثلاثه الاولانيين المخ ما عادش قادر يستخدم الانتين مع بعض. في مركز في المخ مسؤول عن استخدام الانتين مع بعض، هذا المركز بيحصل فيه نوع من انواع الاصابه فبتسبب فيها الحول. ايه سبب الاصابه؟ ايه طبيعتها؟ هل هي نتيجه حاجات معينه احنا مش عارفينها؟ فاحنا ما بنفضلش نقول ان الحول خلقي، لكن هو في الاغلب مكتسب لاسباب غير معروفه زي حاجات كتير غير معروفه، وبرده ما هوش موروث او وراثي من حد عن حد. يا رب دايما كده اشوفكم على خير. اي اسئله تحت الفيديو اكون سعيد، الفيديو هيتسجل وتحط ان شاء الله على الصفحه، وفي اي وقت انا تحت امركم في اي اسئله واي استفسارات، وان شاء الله موجود في مصر من اول 1/12 ل 7 أو 8/12 يعني لمده اسبوع من اول شهر ديسمبر، فان شاء الله يكون لي نصيب ونشوفكم على خير ونتواصل مع بعض. واعتقد العناوين والتليفونات وكل حاجه موجودة على الصفحة بتاعتي إن شاء الله. ألف شكر، متشكر جدا جدا، إن شاء الله هشوفكم تاني يوم الثلاثة الجاي الساعة 6 نتكلم في موضوع جديد وحاجة جديدة كده، وإن شاء الله تكون مفيدة، ويكون يعني من ضمن الحاجات اللي أنا حابب أعملها في السن ده إنها رسالة إن إحنا نحافظ على أولادنا وبناتنا ونخليهم بصحة أحسن من ناحية العيون اللي هو التخصصي الأساسي. ألف شكر وأشوفكم على خير دايما إن شاء الله.